زیارت عاشورا را میخوانیم از جانب همه اقداران و دوستان و بستگان پدران و مادران و اقداران و علما و مراجع مؤمنین و مؤمنات قربتا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا سارة الله وابن صالح وابن الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله يا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا وجلت معزمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت معزمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أساس الظلم والجور عليكم عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهلين لهم بالتمكين من قتالكم. بنيت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا طلب سالك مع إمام منصور
اهل بيت محمد صلى الله عليه واله اللهم اجعلني عندك وجهيا بن حسين اسلم السلام في الدنيا والاخره وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بدأت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم هرب بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمان لمن تلي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسألوا أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صالحين مع إمام الهدى زائر ناطق بالحق وأسأل الله بأمركم وبالشهر الذي لكم عندنا أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتهم مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في اللهم اجعلني في مقام اعظم من تنالوا منه صلوات ورحمه ومغفره اللهم اجعل احيايا محيا محمد وال محمد ومماتي ممات محمد وال محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكبار الذي
اللهم لا يزيد خمسا ولا نعبد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمر مولى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مرجان الى اللهم لك الحمد وأن الشاكرين لك الأنصار الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام واصحاب الحسين الذين بسطوا معهم دون الحسين عليه السلام. السلام.